وهنرجع ليه تاني في الفقره الحواريه طبعا، بس خلينا ننتقل برضو لامور اخرى، وامور اخرى مفرحه. وبقالنا يمكن يوم مش يوم عن يوم احنا دلوقتي كل يوم بنتكلم عن نموذج رياضي يعني يفرحنا حقيقي. نتكلم هنا عن النماذج تحديدا الرياضيه كمان، وسما ابراهيم لاعبه المنتخب المصري للمواي تاي اللي نجحت في حصد جائزه افضل رياضيه في بطوله العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين اللي كانت في تركيا، واحنا بنتكلم تحت 14 سنه بعد تقديمها. يعني خليني اقول لحضراتكم اداء كان اكثر من رائع، والحضور كمان يعني كان جميل جدا، يعني مهما اوصف لحضراتكم الناس كانت فرحانه بيها ازاي. بتكلم مع اصغر من 14 سنه وقدرت ان هي تكون وتحقق بطل يعني او لقب بطله عالم، دي مش حاجه سهله ابدا، ما كناش بنسمعها برضو يا فاروق خلي بالك من بالزبط. سنوات قليله ماضيه كنا في حته تانية، كنا حتى الثقه مش موجوده عندنا اتجاه اي لاعب او لاعبه مصريه، نقول احنا بعيد قوي انتوا فاكرين ان احنا نقدر ننافس، احنا ما كان بيطلع عندنا بطل واحد كده كل 10 سنين كنا بنبقى فخورين بيه جدا، مش واخدين على الحاجات اللي زي كده. فلا طبعا مثال مصري جميل، وبطولة طبعا كبيرة جدا كانت من فترة 29 ل 8 اكتوبر، واتكلمنا عنها اكتر من مره. يعني سما لسه زي ما احنا بنتكلم هي في بدايه مشوارها وبتقدم اداء ونتائج رائعه جدا، ومستنيين منها ان شاء الله كمان الفتره اللي جايه المزيد. يعني لما انت بتتكلم ان هي في السن ده ومقدمه ده، فان شاء الله في المستقبل هتكون يعني عامله ازاي، فكل التوفيق ليها. وده نموذج من النماذج يا فاروق اللي كل يوم تقريبا بنقولها لحضراتكم او بنتكلم عنها يعني.